عارفه ان انا هاخد نمره 2 هلاقيها باص، هاخد نمره 3 هلاقيها بس بريكول، ويبقى ده روتين محفوظ ماشي. عشان ايه؟ الواحد ايده متعوده تشتغل بياخد دي خلاص عرفها، دي تبقى الثلاثه دي سبب النشط بريكول. اربعه السيلفر ستين، خمسه الكونجري، وارجع من تاني من اخر اخر حاجه من 12 من هنا انا سايب الاخرانيين دولت عشان الاميو ستيت. اجي بقى نمره 10 الهيدوكسين الاميوسين تاني، الباص بكررها، الماس مترايدروم بكررها، السيلفر بكررها. ايه الفايده من كده؟ ان انا اشوف مالتيبل سيريال سيكشنز باي ديفرنت ستيتس. انا شفت ساعات اشوف الاول ما يدينيش نتائج كويسه، النتيجه الكويسه اخدها لما اشوف السيريال سيكشن ده. يبقى انا عارفه ان نمره 2 بشوف الريجولاريتي في السيكنس ريجولار ولا لا، بشوف التكشر
بتاعه نورمال ولا هايبرليتد ولا في كولاجين ولا في ديبوزيت. ماشي، بشوف الاوتر سيرفيس بتاعه ده مهم جدا، هو سموس ولا ريجل. بنشوف السب الكلام ده كله بقى، او احنا بنشوف الديزيز نفتكر اه جدا ما بنشوف هنا مهم السب الانتيريال سبيس في ديبوزيت ولا وايلد ولا لا ولا اي حاجه. السيلولاريتي نورمال هايبر سيلولار والسيلز الكتيره دي مصدرهم فين؟ من الميزانجيوم ولا من الاندوثيليوم ولا من داخل الكابيلاري؟ الفوتوسايتس نورمال ولا ابنورمال؟ الابنورماليتي دي هل في فيوجن في بروسيس ولو موجود بارشل ولا كومبليت؟ هل في فاكتورزيشن؟ هل في مايكروفيلاي؟ الميزانجيوم ماتريكس والديبوزيتس بتاعتها دي كل دي الالكترونيكس ديبوزيتس لو موجوده عندي في ديبوزيتس ولا ما فيش؟ طب لو هي موجوده مكانها فين؟ هحدد طب شكلها ايه؟ طب الحجم بتاعها ايه؟ طب الكابيلاري عندنا فاضي ولا في خلايا ولا في حاجه؟ ماشي، حاجه دي تكون سيلز بتتبعوا للبيتلز. طب الجومن سبيس نفسه فاضي ولا في ريد سيلز؟ في ديتاتش كروسايز؟ في مايتوكوندريا؟ في مايتوكوندريا حاجات اورجانيزم لوحدها؟ هل في اذر فايندنجز من اخر الدراسات دي؟ يبقى ديت ايه الحاجات المعلومات اللي ممكن يديها لي الالكترونيك. احنا قلنا بقى اللي هو ايه ان بتاع الايام في البيوبسي ده نوز انكريز الايام زادت، عشان كده احنا بنتكلم عن كده زمان ما بنتكلمش عن الكلام ده، بس احنا فعلا بدانا كمان جالنا عندنا بقى الميكروسكوب موجود رغم ان هو الميكروسكوب وحيد في جامعه كليه الزراعه بيخدم الجامعه كلها. ماشي، وبيتاخر في الحالات بتاعتنا عم بنشوف شويه يحصل كده، ومع ذلك هو مفيد وبقينا احنا قولين حاجات ما كناش قولين. Also be a part of the education of the pathologist and the nephropathologist. That is my idea. The immunohistochemistry can be only diagnostic, the only diagnostic technique. But then I have the IgE nephropathy, which is just the other thing. The immunohistochemistry. On the other hand, immunofluorescence is not a pathology. Either we do immune peroxidase or immunofluorescence. The immune peroxidase in the kidney, the organs that take the non-specific reaction, is deep and. الجيولوجي كلها بتبقى مصبوغه وبيضايق القرايه، الميونوفلورسنس بيبقى اقل من الكلام ده بيبقى احسن. ادكوسي اوف البيوبسي، اقول امتى العينه دي كفايه او مش كفايه. وات از ان ادكوت سبيسيفيك، مفيش قاعده. مفيش قاعده. يعني ايه؟ يعني في بعض الديزيزز نيورس واحده هتكفيني. زي الاميلويد. زي الدايبيتس. زي الممبرنس نيكروبس هشوفها خلاص هقول ده كذا بجلوميرولس واحد. اي جي اي لو لقيتها والتيشو كان في واحده وسبقتها طلع اي جي اي ديبوزيتس وهي فيها بروليفريشن فده اي جي اي نيكروبس. لكن في ديزيز ثانيه زي الفوكال سيجمنت جلوميرولس نيكروبس بتعتمد على ايه؟ الافكشن لسام اوف اول ذا جلوميرولس. فبالتالي هنعمل يبقى ده مش كفايه. لو لقيت جلوميرولس واحده ما فيهاش ابنورماليتي ما ادراني ان في اذر ايه؟ لوكال ليجن بريزنت. فاذا ايه؟ يبقى البيوسيس في جلوميرولاي كانوت اكسكلود فوكال ديزيز. ماشي؟ طب ايه المعلومات الكلينيكال المفروض تبعتها للباثولوجيست؟ الباثولوجيست ما ينفعش تروح تقول له ايه؟ ورقه طويله عريضه رينا بيوس او ان اس وخلصني. لا، المفروض انك تبعت معلومات يعني بتساعد المريض وبتساعد الدكتور كمان بتساعد الباثولوجيست. فالمفروض ان احنا نقول اليورينتاتيك بروتينوريا عنده الماتيريا، هل في ليكوسيتوريا؟ هل في سيليزيوريا؟ هل في كاست؟ السيرم؟ السيرم ده الكرياتين اخباره ايه؟ دي مهمه جدا. هل في هايبر كوليستروليميا؟ التوتال بروتينز بتاعته اخبارها ايه؟ سي 3 وسي 4 في انزيز كثيره هايبر كومبلمنتيميا هعمل كورليشن. الانتي نيوكلير انتي بوديز الانتي دبل ستراند دي ان ايه؟ لو عملت لو شفت مثلا لو في السن تبقى لو شفت رابيدلي بروجريسيف وعملت له انتي جي بي ام ابعت النتيجه دي. دي مهمه جدا. لو البيشنت عنده دايبيتس مهم، لو عنده هايبر تنشن مهم انك تقول. ماشي؟ معلش الجدول عشان نشوف كده اخدنا فكره يعني ايه المطلوب مننا، اخدنا فكره ايه المطلوب مننا في البيوبسي، واحنا لما جبنا البيوبسي ازاي ايه الحاجات البسيطه اللي عاملها بحيث اقدر افيد ماكسيمم بنفيت. ولسه بقول تاني الباثولوجيست وجود معمل كويس وجود جهاز ميكروتون كويس من الحاجات المهمه، محاليل العينات تكون كويسه
نيوترال بافر 10% فورمالين. يعني بس احنا في مستشفى الاطفال احنا بناخد نحط الفورمالين بتاعنا ماشي. السنترز الثانيه بياخدوا من عندنا عشان يبعتوا لنا العينه في الفورمالين مظبوط الفورمالين مركز. العينه مش بتاخد برضه في مثلا كذا طفل بياخدوا عينات حاجات مهمه موضوع العينه. اخدنا من ده ومن ده ومن ده الاطفال ده كل ده اخد بايوبسي. الحكيم حطت البايوبسي في سلايم على بال ما تخلص ونروح تجيب شويه فورمالين فوق كل الازازه بتبعتها. بيعملوا كده توفيرا للوقت خلاص بالجمله. طبعا سلايم كتير تشرب هشرب ميه وشيل اقراص. المفروض ان انا اخدت العينه على طول احطها في 3% بافر فورمالين. مش قادر السنتر يحضر الكلام ده يروح ياخده من اي معمل باثولوجي يحضره كويس. دي نقطه مهمه جدا. المهم احنا خدنا البريكوشنز دي كلها. تعالوا بقى نشوف ايه النورمال عشان نقدر نتكلم عن الديزيز نبقى فاهمين. ايه النورمال الجلوميرال ستراكشر؟ نقول ان احنا عندنا النيفرون اولسو انسيدنس طولها كلها كده از انفستد باي ابيزمنت زي التمبريه ما بيغلف الانفستد. النيفرون بطولها كله على بعضيه بيزمنت تمبريه. يعني احنا لو اخدنا كروس سكشن اي تايب في اي حته من النيفرون لازم نلاقي بره بيزمنت تمبريه وبعد كده لايننج سيلز. يبقى احنا في اي سكشن في النيفرون كان يعني عندي هذه الجلوميرولس اي سكشن الاقي الاول ايه من بره بيزمنت ممبرين وبعد كده لايننج بيسي. ده مهم جدا نعرف القاعده دي. دول ايه اللي هي بتاعت الجلوميرولو ماشي. وده هنا الانتيبيوت بتاعي او ده القطري لانه موصل على ايه على الكابيلاريز. هنا جلوميرولو الطف ودي بومانس كبسول. ودي بومانس كبسول. طب الصوره دي متاخده بانهي ميكروسكوب؟ انهي نوع من الالكتروميكروسكوب؟ يعني الصوره دي سي دي مش كده؟ بس دي مجسمه مش الميكروسكوب العادي اللي هو ترانسميشن الالكتروميكروسكوب بيديك صوره فلات لكن دي صوره مجسمه صح؟ فده سكاننج الكتروميكروسكوب بيديك حاجه صوره مجسمه سكاننج الكتروميكروسكوب. ده الكابيلاري طبعا. احنا قلنا ان النفرون كلها also incidence is covered by a basement membrane. ده basement membrane. الاخضر ده. basement membrane وبعد كده ايه؟ lined by epithelia. هنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز هي داخله على الجلوميرولس. طيب البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز الابيثيليم بتاعها السيلز كاركترايز باي بينج ايه؟ لارج أباندر سيتوبلازم جرانيولار لها براش بوردر دي الكراتيريا بتاعت بس لازم بره يبقى في بيزنس كونتري. هيمشي برضه يكمل على البومس كبسول واخد معاه اكسيليا لكن النيتشر اوف ذا اكسيليا از تشينج هير بقت ايه؟ فلات ابيثيليال سيلز. فلات ابيثيليال سيلز سميها دي ايه؟ فرايبل ابيثيليال سيلز. بعد كده البيزنس كونتري مشي ريفلكتد اون ذا كابيلاريز واخد معاه الابسيليا وماشي لكن هنا النيتشر اوف الابسيليا سيلز تشينج بقت ايه؟ بقت خلايا لها رجلين واقفه بيها على الايه؟ على الجسم الفلبيني. خليها ذات الارجل البودوسايت هي الفيسر الابسيليا سيلز او البودوسايت سموها بودوسايت لانها واقفه على الجسم الفلبيني بالايه؟ بالفود بروسيسز دي. These food processes enter the GPT with food processes from other cells. خلايا كلها متشابكه مع بعضيها. يبقى احنا لما البيزمنت ممبرين كان هنا كانت الابسيليم فين؟ على الانر سايد. لما بقى ريفلكتد كده بقى الابسيليم فين؟ على الاوتر سايد. اوتر يعني ايه؟ الاوتر اللي عندنا ناحيه الايه؟ البومن سبيس. ده يبقى ده اللي هو فيسنج هنا ده الاوتر. يبقى اتعكس يبقى بدل ما كان الابسيليم بيلو البومن كبسول بقى هو هنا ايه؟ بيلو البيزمنت ممبرين بقى هنا فوق البيزمنت ممبرين. Then the capillaries, as any capillary inside the body, is lined by endothelial cells. يبقى انا عندي البيزمنت ممبرين في النص من بره البيزمنت ممبرين we have the visceral epithelial cells and from the inner side we have the endothelial cells. Through this barrier, this filter, بيحصل infiltration من blood لل
البوكس سبيس. اذا النقطه دي مهمه جدا، ده الفلتريشن بارير، ده في مشاكل الجلوميرولس معظمها يعني. عباره عن ايه الفلتريشن بارير؟ فوتوسايت بيزن ممبرين والانر ايه؟ اندوسيس. طب الكابيلاز ديت ماسكه مع بعضيها ازاي بايه؟ ماتريكس اللي هي الميزانجل ماتريكس، لونها ازرق. ميزانجل ماتريكس جواها سيلز، جواها ميزانجل سيلز. خلاص اتفقنا؟ يبقى احنا عندنا اجي الكابيلاريز ومتغطيه ايه؟ بالبيزمنت ممبرين كده. طيب يبقى انا عندي دي كابيلاري، ده بيزمنت ممبرين على الكابيلاري كده ايه؟ انا الكابيلاريز ممسوكه مع بعض الماتريكس اسمها ايه؟ ميزانجل ماتريكس، جواها ميزانجل سيلز. بيزمنت ممبرين ران كفرين دي كابيلاريز ده ريفلكتد على الميزانجل وكفر نيو كابيلاريز وهكذا. من بره اتفقنا عندنا ايه؟ فوتوسايت with its food process interdigitating with food processes of other photosites. The main bulk of endothelial cells lies towards the mesangium. خد بالك بقى الستراكشر ده، المين بالك اوف endothelial cell هنا. Then the endothelial cell sends a sheet of cytoplasm to line the inner side of the capillary. يبقى هي تحت عند الميزانجر وبتبعت ايه؟ شيت من السيتوبلازم to line the inner side of the capillary. This sheet of cytoplasm contains ايه؟ pores. في قرون. These pores بيتم منها infiltration. Then through the material of basement membranes. الفود بروسيس الفوتوسايد دي هي عظيمه جدا. ماشين عظيمه ربنا سبحانه وتعالى فيها معجزات وفيها حاجات ربنا خالقها كبيره قوي. الفوتوسايد ديت لو لوست كانت بي ريبليس زي البرين سيلز ما تتعوضش. يبقى اذا خسارتها وقعها في اليورين ده دامج نو بروليفريشن. السيل سايكل بتاعتها في حاجات بتحكمها انها ممنوع يحصل لها بروليفريشن لان فيها اكتين فايبرز بتحافظ على شكلها زي الشيمه كده، فلو هي حصل لها بروليفريشن مش هتعرف تسترجع هذا الاستراكشر تاني ولا الريسبتورز بتاعتها، فدي ممنوع انها تخش السيل سايكل، وبالتالي هي لو فقدت ما بتتعوضش تاني. تعالى نشوف بقى الكلام ده على الحقيقه. دي الصوره دي الكترو مايكروسكوب، وات تايب اوف الكترو مايكروسكوب؟ دي ترانسميشن الكترو مايكروسكوب، ده العادي مش السكاننج مش المجسم، صوره فلات. طيب ادي كابيلاري، ادي كابيلاري اهي زي دي، وكابيلاري الثانيه دي، وادي دي البودوسايت اللي هي البذره الرئيسيه للسيل وهي واقفه برجليها على ايه؟ على الفيجن اللي هي دي هي وده بيزن في برين اهو ماشي وكفر ايه؟ كفر. طيب قبل ما ننقل من دي برضه هنا ايه ده الخط ده ايه؟ ها؟ سكاني الكترو مايكروسكوب. طب ده ايه؟ فوتوسايد. فوتوسايد ودي
دي مين بروسيس مين او برايمري بروسيس بيخرج منها سكندري بروسيس هي دي بتتشابك زي الصوابع مع بعضيها بحيث تغطي الكابيلرز بحيث تغطي الكابيلرز فبنلاقي الكابيلري اهي السيرفس كله كفر ربنا اراد ايه؟ ان السيرفس كله يبقى كفر باي فود بروسيس ولا حته تنزال لو اتسابت اي مكان انكفر يبقى ده سورس اوف بروتين مهما كان فاذا المفروض كل السيرفس بتاع الكابيلري يبقى كومبليتلي كفر باي فود بروسيس دي ايه؟ فولو سايت ودي مين بروسيس وهنا ايه؟ سكندري بروسيس كفرنج الكابيلري ادي الكابيلري وهنا دي اللي بره دي ايه؟ فولو سايت وهنا الكابيلري كومبليتلي كفر باي فود بروسيس شايفين؟ نشوف ده رجعنا تاني من اللي قال نوع من الميكروسكوب ده ترانسميشن الكتروميكروسكوب رجعنا تاني للترانسميشن الكتروميكروسكوب وخدنا حته صغيره جدا من الفيزيكال انفورميشن كبرنا دولت ايه؟ فود بروسيس يبقى السبيس ده ايه؟ ده بيقول سبيس او يورين سبيس طب ودي؟ ده اندوثيليا وده؟ ده الكابيلاري يبقى هنا البيزمنت النيوكلس اللي هي هلاقيها فيسنج
طيب السيلز اللي هي جوه هنا فيسين انسايد الكابيلاري واللي موجوده في الماتريكس بزنجا سيل. طب ايه النورمال بتاعنا عشان لما اشوف الابنورمال اقول انا لازم عارفه النورمال. النورمال الكابيلاريز ايه النورمال سيكنس بتاعنا؟ خط رفيع اهو. يبقى احنا ايه بنقول بنشبه ده ان احنا لما نجيب قلم رصاص ونبريه رفيع كده ونرسم بيه الخط ده النورمال. يبقى النورمال سيل از اف ات وير درون باي سيم بوينت ديفرنس. النورمال في الميزانجيا ان هو صف طابور واحد من الخلايا. لو جبنا واحده خليه هنا كمان بقينا بقى اب نورمال وبقى ديزيز. لا المفروض النورمال ان هو ايه؟ 1 رو اوف اللي هي التاسع ميزانجيا الا 1 رو اوف سيلز. يبقى عرفنا كل حاجه. طب السيلز دي ايه؟ الخط ده البومنس كيرز ماشي. السيلز دي فرايدر ابيثيليال سيلز بره البومنس كبسول. هنا في الانترستيشن عايزين برضه نتفق على حاجه. جوه الجلوميرولس مفيش كولاج. ما قلتش فيروزس بنقولها سكليروزس عشان كده بنقول ايه فوكال سيجمنتال جلوميرولس سكليروزس. ما قلتش جلوميرولو فيروزس. داخل الجلوميرولس مفيش فايبرس تيشو مفيش كولاج فايبرس. انا لو لقيت كولاج فايبرس اعرف ان انا جنب الانترستيشن ان الخط ده هيبقى البومنس كيرف. يعني من الاول الكولاجين نورمالي مش موجود. لو وجد كولاجين فايبر داخل الجلوميرولاي بقى ديزيز. من الاستبراج اللي احنا بنعملها مثلا ادي فصين بتبين لي البريزنت تمبرين اهو. لو هو في سيكننج ولا حاجه بتبينهولي بقدر اعرف في مشكله ولا لا. ادي ميزانجل ماتريكس اهي صف واحد من الخلايا دي ميزانجل ماتريكس خلاص. هنا اللي جوه دي اندوثيليال سيل. هنا جوه الكبري اندوثيليال سيل دي اندوثيليال سيل فتكون دي انفلتريتنج انفلاماتوري سيل لكن دي لازقه في اللايننج اهي اندوثيليال سيلز. السيلز اللي موجوده لقيت خليه موجوده بره اقدر اشوفها اهي دي مثلا بره الكبري تبقى دي بوتوس. فديت ايه الفالس ستيل بتديلينيت الايه الكبري. دي سيلفر ستيل. سيلفر ستيل من الصبغات المهمه جدا بتصبغ السكيل بتنفض كده الكابيلاري الجلوميرولس من السيلز. ما انت عايز يعني لو شغلت خلايا لا ساعات بقى نجيبها وفيها نيوكلياي مزروعة اقول له انت ما تنفضهاش. المفروض ايه؟ ان ما يبقاش في نيوكلياي ما تبقاش موجوده. الصبغه دي بتصبغ لي السكيل بس بتاع الجلوميرولس. يبقى ده الهاي مدخل الجلوميرولس هنا موجود هنا الديفرنت ارتيول. هنا الصبغه دي بتصبغ لي وتبين ايه؟ البيزنس والميزانجا بيبان زي فروع الشجر كده اهو. الماتيريال دي ميزانجا والخط الرفيع ده اللي هو ايه الكابيلاري. طب امال ده ايه الدوائر دي ايه بقى؟ تيوبيولز. مش قلنا تيوبيولز حواليها في اي حته لازم نلاقي بيزمنت ممبرين. هو كمان بيتسبب من بتاع التيوبيولز. يبقى السيلفر بتبين لي ايه؟ سكيلتون اوف ذا جلوبيولز. ادي السيلفر ستين. هنا عامل بقى كونتر ستين معاها الميتوكسين بس بصراحه انا نفسي بحبها هي لوحدها من غير اي ايه حاجه جواها عشان اقدر اشوف الاستراكشر بتاعنا اكبر واكبر. يبقى ده السكيت الاسود ده السيلفر ستين وده النورمال سيكنس بتاع البيزنس. واضح ان ده ايه؟ دي ميزانجيا ماتريكس خلاص. هنا دي كابيلاريز مرسومه بقلم شكله ايه؟ قلم رفيع. لو رسمنا القلم في المسطرة يبقى ديزيز. يبقى ديزيز. طيب دي الجلوميرولس ديت ايه؟ انهي تيبيول؟ يبقى دي مدخل البروكسيمال تيبيول. المفروض قصادها هنا يبقى في ايه الهايلر بتاع الجلوميرولس. ات وان بول في الماسكر بول والاذر بول في ايه؟ البروكسيمال تيوب. ده التيب اريا. يبقى دي اسمها التيب اريا اللي هي مدخل في الجزيز عندنا اسمه تيب ليجن. فده هنا مدخل الجلوميرولس التيبيولز اللي داخله على الجلوميرولس التيب اريا. يعني مثلا عندنا هنا دي السيلفر ستيل لما يصبغ لي النيوكليار كده يبقى ده مش دي سبانش. او لما ما يصبغهاش خالص هو هنا ما اداش السبب حقها شافها قبل ما ايه تكتمل السبب بتاعتها.
شايفين هنا السيلفر ستين بيبين لي الكل ميزانجر ستين بيبين لوحده اهو. دي الماسون برايت وول وعليها ترايل ثلاث اوراق. النيوكلياي بتاخد لون الاسود، الميزانجم بياخد اللون الازرق، السيتوبلازم والديبوزيتس تاخد اللون الاحمر. فديت ايه برضه بتفرق لي حاجات من بعضيها هي الماسون برايت وول. دي بصينا اهي. نورمالي التوبيولز كلها باك تو باك في الكلمه باك تو باك. لو حصل وايد الانترستيشن فايبروزس الايديما الانفلاماتوري سيلز تتباعد عن بعضيها ايه التيوبيولز، لكن نورمال ان هي تبقى لازقه في بعضها كده. ايه اللي بيفصلها عن بعضيها؟ الفيلتيوبيولز ماشي، وكل تيوبيول محاطه بايه؟ بالبيزنس ميمبرين. دي مثلا ماشي، دي كديبوزيتس موجوده